جينا كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقالك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والابيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء مرحب بكم. حنعمل تمثيلية صغيرة. أي زول إذا حس في أي لحظة ممكن يشارك، نحن بنرحب بمشاركته. أو بعد التمثيلية الصغيرة اللي بنقدمها تنتهي، ممكن بعد ذاك يجي ورينا وجهة نظره ورينا رأيه عشان يكون مشارك معنا. البرنامج بيعتمد على المشاركة بتاعت الناس. كتر خيركم، بارك الله فيكم. نشوف الموضوع الليلة شو. يا صفا. يا خالد. كيف تمام؟ أنا كويسة. أهم عليك الليلة شايفك كده متحشمة كده ومالك الليلة؟ أنا متحشم ولا أنت ده شنو الليلة لابسه ده؟ مالي؟ دش يا خالد دش ده؟ أي مالي؟ معقول يا خالد؟ لابس مركوب؟ أي عين. أنا عايز أقول لك حاجة. أن إحنا الليلة ماشيين عيد ميلاد نونة وأنا سايقاك معاي، وبصراحة كده بصراحة يا خالد بلبستك دي أنا ما بقدر أسوقك معاي. نونة دي نونة دي اللي يومتها قالت لي يلا جاو بس يا هي ذاتها علي الله والله الله والله البنت خلاص يا زول نمشي ليها هسي عمل شنو أنا يعني نمشي ليها ما ياهو ده حقي سيستم ده سيستم؟ أي ياهو كده سيستم كده؟ أي لا لا ده ما سيستم أصله ما سيستم عين بس مثلا انا قلت لك البس البنطلون بتاع الكوبايه ما ده مال كده الاستريت ده وثم مثلا القمي والبس ليا يا تيشيرتي يا تيشيرت التيشيرت البينك الكينه ده جابته لك لا لا يا اخي ده غلا اها والله يا اخي دي اسمع كلامي اها التيشيرت ده ما عنده مشكله اها المشكله انا مركته لقيته هنا ما بس لبست القميص وكفيته ياهو كده اسمع هنا والقميص هنا لكن كفيته قميصك ما حلو بنطلونك ما حلو والمركوب ما حلو ودي شنو الحاجه اللي فيها هنا دي ده مال ستايل عليك الله بالله ستايل ثم مثلا الحلاقه دي شنو انا قلت لك احلق البتاعه ديك انت ما قلت العبو نيمار نيمار اي اي دي الترويحه دي الحديثه يا أي. لا 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 ما حلوه بصراحه كده بصراحه كده معنونه ما بتجي ما امي كمان بعدين بتشاكلنا يا واد امي شنو؟ نحن فتنا ال 18 سنة امي شنو؟ نحن بقينا مسؤولين من نفسنا خلاص اي ما لكن برضه عشان انت كل ما الحاج الحاج ما انت عارفه بجطينه بالتليفون يا عزوي ما عندك قضية بالحاج انا وانت طالعين مع بعض هنحنك ماما ونمشي وصاحباتك دي كلهم بيجوا؟ صاحباتي كلهم بيجوا عليك الله اي حنمشي لعيد ميلاد كويس؟ والبنتك برضه جاية؟ صحباتي كلهن جايات حتى كمان اصحابي جايين اصحابي يقول انا اصحابي كلهم ما كويسين يا اخي انت بس جيبي صحابك مالك ومالهم انت اصحابي اصحابي جايين عشاني انا يا ما كده يا اخي انت بتحرجيني معاهم يا اخي انت بس جيبي صحباتك يا اسمك عشان الحكايه دك كويسه هي اصلا جايات انا بحلق كان صحباتك جايات انا بحلق شعري ده وبعمل لك جل وبدق لك السيستم وبلبس لك الهنا وبلبس السبورت ذاك عجبت لي لا 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 عجبتك هاي المعاوة تيشيرتي وهنا الطقم مع بعض هاي هاي
وثم مثلا البس الساعه البيضاء ما تلبس السوداء دي ما حلوه. اسمع كلامي. اها. البنتك ما جايه؟ منو؟ البنت تقول لي اشتيت لك خلودي. ما جايه؟ جايه نونا. البنتك ترى انت قالها شنو؟ اها. البنتك اصلا تركيه لكن ترخيص السودان بس. انا صاحباته كلهم كويت يعني معاد الفكره. اي والله يا ودي قلبي تقول لي يلا تشاو كده بتعمل لي تعمل لي كده تشاو. انا متى قربت ادق كف؟ معقوله يا خلود؟ معلش معقوله؟ هسي يعني اها والساعه دي ما عجبتك؟ ما حلوه، قلت لك البس الساعه البيضاء مع القميص البينكي والجزمه البينكي والبس البتاعه ديك ودوك سيستم كده وكوبايه كده حتكون حاجه مبالغه. ما المشكلة انه يعني صعوبة. ما تقول لي المشكلة وصعوبة وغيره، قلت لك ان احنا اتجوزنا 18 سنة وانتهى الموضوع ده. يا اخي انا انت قال شنو؟ انا ما عندي مشكلة لكن يلا خلاص عندي شرط. اها. اتاخر انت والله تاخرين يا اخي، بعدين انا التاخير ما حنتاخر، كلها الساعة 12 حنجي راجعين البيت. 12؟ اي. رايك شنو؟ حنجي بدري. بعيدة يا اخي خلق الله، امي بعدين بتجوز يا اخي هنا يا اخي. يا ولد 12 بدري. ها؟ 12 بدري. ما بدري يا اخي بعدين صوماني الدين جاتهم والله انا ما يا اخي تعرف اليوم عندك انحاسسنا رجعنا الساعة كم؟ بس جميل. ما مشكلة صاحباتي جايين، ما لكم على اصحاب، اصحابي ده خليهم بناحية. اتفقنا؟ كويس. والبنت ديك برضه جاية معاهم؟ ياتا اسمع منو يا اخي البنت البنت اللي بتشبه نور في مسلسل مهند نينا؟ وهي شعرها حد هنا دي. خلاص هنا هنا. اه وتاني يا اخي شعره في راسه انت مالك؟ شكلك قفلت عليا يا خلود. خلاص انا احكاكي. خلاص اوكي نمشي. يلا. انا ادخر ها؟ طيب. شنو يا عمك؟ يا حبيب. ها قلت لي كيف؟ كشفت الليلة سوق كويس؟ يا زول والله كشفت يا اخي. اها. لكن ما في برد لوبة. فيلم هندي ولا باسطة؟ لا يا. ها؟ فيلم هندي يا اخي يا عمك والله فيلم هندي جميل جمال مبالغة. والله قصته سمحه سماحه قصته سمحه سماحه. البطل بيقتلوه ولا ما بيقتلوه؟ يا اخي الخاين بيغني. اه والبطل بيغني. امك والحبيبه بتغني. امك واسمها منو ديك هنا شابان باشان باشان شابان ديك ولا اسمها منو بتغني. اها حبوبتهم الكبيره ديك حبوبتهم. آه. بتغني يا اخي كلهم جق 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 الفيلم بس بدل كده جق كل غنى والله فيه جنس غنى وفيه بنات سمحة السماحة مبالغة قطعت والله تعرف يا انا بيعجبني اكون في الجبل فوق أي. يقوم بكوريك لها جوليو اي بيجي ماشين كده يا دين فيلم سمع والله فيلم سمع انا بيجيب لك بنيتهم البنيه هاي بيقول لها تم هريك يا تحيا نمحي تم سري هوا تيهما وش 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 انتقام نزرك هي يلا اجانب الحربة اجانب الحربة دي الحربة شيب بوت يبرقها ثاني وش عفن يا بط مرقة ثاني هات مرقة من راسه مرقة طيب يا اخي والله يا انا 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 صدق بيعجبوني عارف بيعجبوني ليه؟ عارف بيعجبوني ليه؟ ليه؟ لانه ما موت اصله ما موت وش؟ اصله ما موت بيعجبوني اصله وكان في زي العمل فيها زي ميت اخر الفيلم بيصحى والله لذيذين خلاص لذيذين يا هاي؟ والله غناء وفيلم عجيب وبعدك ترششوا لك بالالوان يا سلام شفت المسلسل الجديد مسلسل هذا المسلسل ال 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 المعرفنا والحاجه دي تركيه كده بعربيه مرحبه كده وش هنا يا الوين رايح اي حق ايوه في بنت كده لابسه هنا كده أه. لا يا اها مكسيكي ما مكسيكي يا اخي ها فيه هنا فيه 257 حلقة لا حول ولا قوة سنتين إلا حاجة يا عزول والله دي قصة عجيبة يا مسلسل ما بيكمل كله مش؟ أي أيوة والله والله القصة عجيبة يا أخي والله شفت ناس بيتنا كلهم بيحلقوا لك فيه ناس بيتنا شفت أتكلم معي شغل لك بأي حاجة تجي دراما سودانية طق يقفلوا لك دراما سودانية وكشفوا لك؟ في زول شغال بها سلحة؟ بكشفوا دائما دراما بتجي من برا أيوة يا اخي والله العظيم ده غير الافلام الكاراتيه يا زول مستهبلين يا زول والله افلام الكاراتيه دي حلوه حلا يا زول عجيبه صينية مثلا ده يقول لك ده ضربه الدبيب هاي وش
يا اخي علمتنا لك الحاجات يا اخي. مش؟ اي والله. ده غير بالسيوف. اي والله. حلتنا الورا ديك؟ اي. اشوفها يا بوتا قالوا دارين يعملوا قبيله بجاي وقبيله بجاي يحاكوا المسلسل. اي. بتاع قالوا اتريدون ان تذهبوا من مدينتنا؟ وانتم اليوم ستموتون؟ ساحاربك بسيفي هذا. بيو. والله قصتنا قصة. أنا ما ذاك الولد قاعد من فوق. ها؟ والله العظيم الولد قرب يكسر رقبته. لا لا والله محاكاة تقيلة. قاعد من فوق صدق؟ ما خلوا لنا حاجة وأي شيء بنعرف لا. ها؟ أي مسلسل يجي بيجيبوه لنا. ها؟ أي مسلسل صيني هندي. انت المسلسلات دي بيجيبوها لنا يعني رخيصه ارخص من حقتنا اللي هنا دي؟ ها؟ كانوا يجيبوا لنا المحليه دي والله قالوا المحليه مكلفه. المحليه مكلفه اكثر من البرة؟ اي 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 قروشها كثيره ونقتها كثيره تصوير وممثلين داخلين ومارقين. يعني الموضوع ده بيجيبوه في شريط بيبسو. ايوه نظام يعني رخيص يعني رخيص. ها؟ رخيص يعني مسلسلات رخيصه. اي ما هم ذاتهم الدوله اللي بتبيع المسلسل بتاعها دايره تعرف ثقافتها دايره تعرض حاجاتها. لكن هسه نحن كلامنا ذاته ما نسيناه بس بقينا كلامنا كله. لا لا حبيبتي هنا. حبيبتي قبال يومين كان بتحضر كويسه معي بتقول لي تعال يا جنة بدور ارسلك اشوف اظن بيفتحوا جنبها طوال المسلسل التركي ذاك. بس قوم يقول لي يا حبوبه قلت لك يا حبوبه بدك مني شيء؟ بدك مني حاجي؟ حول حبوباتنا بوظوها؟ لا حبوبة بوظوها؟ بس لا بوصل الحبوبة؟ حبوصلوا الحبوبات والخيلان والعمل قصة منتهية. بس احنا قلنا شفع صغار بالله الحبوبة ذاتها بوصلها؟ لا لا يوم انت عمك جابر مشى الإمام بتاع المسجد. هاي؟ قال لي يا اخي اسمع ايشاكم ده بيجي مع المسلسل ما تقدموا لنا وتأخروا لنا. القصة دي كيف؟ منتهية. ما في. لا حول. حسي شفت الحرامي اللي داري يسرق؟ ها؟ الحرامي اللي داري يسرق؟ لا تقول لي يجي بالليل ولا يقول لي يجي بالصباح. أيوة. اسمعوا اذا المسلسل ايوه البيت كله حتى كل ما عمل اللون عمل ولا بتلفته ولا بزيحه وكلهم ما في اي حاجه يا اخي قصه غريبه خلاص. لا والله في شنو؟ والله قصه غريبه. لا في شنو بس؟ ما التاثير. ها؟ تاثير. التاثير يؤثر تاثيرا على أيوة. التاثر ايوه صح. نحن بقينا قاعدين ساكت في العراء اي حاجه عوق هذول هاي جنها دي كلها خلاص ثاني ما في حاجه خلاص. طب بعد فتره علينا بس نتكلم بس هاي هاي ما في حاجه. والله انا خايف يجي يوم هاي شين راح جاب وراح الصيني جابوا له الجديد قال جدع الريال كذا الريال عمل كشين كين كين سماه كشين كين كين ولده. يا اخي عندنا خال يا بطه قال في صيني اللي قال لي شعريه مش مدفقه جنب المستشفى قال بيقرا فيها شو مشي يا جماعه شو ماشي. والله قصدنا بايظه شديد والله تعبانين والله بقينا قاعدين ساي. يا اخي انا ما وريتك هاي ود مصطفى هاي مع الرسله صينيه. لا يا بشدة ماما أسر جابها معاه في البيت. ايوه ابوها داره ثقيله قال لي يا ابوي دي صينيه. دي صينيه 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 مرتي دي صينيه. يا ابوي داره ثقيله قلت لك مرتي صينيه. صينيه مرانا اكل صينيه من الصين. فروم تشاينا من From China, my grandfather. صينية. وينها؟ مرتي. أنت؟ هاي. كويس. المهم نقى معاه كده وفات. هاي. الولد فات ماشي يجيب الرغيف. هاي. لما جاء الصينية دارت تعمل مدخل. هاي. مع أبو الولد. هاي. بقيت تقول له شو تعال شو معي؟ شو تبع شو معه؟ قال لا بس ما تكبي فيه شطة. قصتنا بايظة. منتهين. ما في حاجه والله يبو لخبطين لخبطه شيء خلاص. اي والله يا سلام يا اخي. حلوه كيف دي؟ والله دي شفتها ما بتتحلى. ها دي ما بتتحلى دي نحن لما نشوف لنا فوله كده يا حبيب نضربها ولا فته كده وبعد ذاك نشوف الافلام وين ونشوف المسلسلات وين بس ما في اي حل غير كده. اي ارى يا عمي يلا يا عمي.
يا خالد خلوه دي. هاي هاي تعال. ايوه ده شنو ده؟ ها ده شنو ده؟ ده مال ستايل. ده ستايل؟ ايوه. واو اب عليا ده ما ستايل يا خالد. كيف ده ستايل بتاع ما عارف اذا توصف لك ده شنو. لا شوفي شوفي الحركه الجديده. مشيت اول حاجه لا بتاع الجل لقيت الجل حقه انتهى وقال لي شعرك ذاته قرقي دي ما بينفع فيه جل. خلاص اعمل له اي حاجه افرده اعمل له تبغى اي حاجه. هو قال لي المشروع ده ما ناجح معاك. انا ما فهمت قاصد شنو. طيب وين اللبس؟ انا قلت لك لو انت خجلان من الفنيلة اللي هنا دي البس الجاكيت اللي انا خسرته لك معاي. ما يا مت لبسته. البسه تاني يا خالد. والله لبسته لبسته هو والستايل ده كله لبسته. يلا لما ماشي سامع لك عمك كبير اللي بيعمل اتلفتك قال لي والله قايلك بيت يعني هاي هاي امه. والله مشتاقين. كيف حالك؟ الله يسلمك الله يبارك فيك. كيف اخبارك؟ الليله ما براكون. هاي هايين. الليله خباركم لابسين كدي البريد. البريد ام هاي لا برد لا حاجه بس يجي قاعد لي انا اعمل كده بس تعمل كدي. الليله اظن ابوكم ولا امكم جايين الجامعه دي. انا ما قاعده هنا ببيع في دار دمتي دي وشايفاكم بعيني ديل. الليله الواتبر ده ما حبيت البس وعايزه غير شويه من ستايلي. لا لا اختي سمحت الجبال بتتكلمي. قلت له ان الليله ابونا جاي الجامعه. ابوكم جاي قالوا. والله واصلا انت ما هنا يعني احنا مشينا وجينا تاني قال لنا ابوي امر. اسكت هس. انت اسكت انت انت خليك ما لبسك انا ما شايفاه. يوم ذاك لما قلت لك تعال ارفع معايا الحفاظه في راسي الولد الساعة شال الحفاظة كان البنطلون وقع في الواطة. أنا بس عشان أمي بس قالت لي نحترمك بس. والله كان ما كده تحترمني أنا؟ أي أحترمك أهلك. أحترم أهلك القاعدين في الغربة اللي بيرسلوا لكم في القروش التعبانين فيكم الشقيانين فيكم. تحترمني انا يا ولدي انت كم احترمت نفسك في الاول ما بتحترم زول صح ولا ما صح يا اولاد؟ اول شيء تحترم نفسك وبعدين تعال دي اختك دي اختك مأمنينك ليها تسوق عيد الميلاد. والله انت ما جايبه خبري سايقاني. ها؟ يا خالد هاي بص انت وين انت انت اللي امك وصتك وسكنوك وخطاك هنا وقالت لك ابقى عشر على اختك يا اولادي هوي اولاد هوي. ايوه اللبس ماله زمان. والله والله الجامعات دي زمان البنات بيجن البقرن اثنين وثلاثه في الجامعه. جامعه الخرطوم الساعه اللي يلبس الثوب الابيض كدي ويمشن به في الجامعه. يا حليل زمان ويا حليل تعليل زمان. ها ابا يا سي دق جرس في مرقوب جابته لي. انت انت جبت لي المرقوب يا ولاد قالت لي ما نلبسه ثاني. لبسته الليله عشان ابوك جاي المرقوب. انت المرقوب اللي عرفك به وانت اللي عرفتك بالمراكيب واللي عرفتك يا يابا بالسودان وبالثقافه. انت يا حلالكم انتوا وما ستايل ذاته عشان انت جبتيه يا خاله. ها ده ستايل قديم اللي انت بتتكلم عنه ده. وينو اللي ستايل القديم؟ التوب وما بعرف شنو. دي حاجات قديمه. حاجات قديمه اها غادي. آه. انت هسي امك حاجاتني هنا قالت لي البنت انا اللبس جايبه لها كله من السعوديه ما شاء الله جايبه لها لبس تمام لكن ما قاعد تلبسه. لبسك جابت لك امي خطيتي وين يا بنت؟ والله امي ما قصرت. هاي اخرتوا اخرتوا في واحدين من البيت يمرقوا بلبس وفي الشنطه شايلين لبس ثاني. هاي هاي صح. اذا ده امبارح لما جينا عيد الميلاد يلا امي قالت لي شنو؟ قالت لي خلاص اختك دي عشان تكون هناي كبيره وواعية لبست عباية القدر دي. قامت ضربت لي زول جانا بالعربية قالت لي اركب انا ركبت ورا هي ركبت قدام. بس بعد شوية قامت لقيتها لما نزلنا لقيتها في بنطلونها. انت ولد يا تولد انت يا ولد يا تولد انت يا تولد اللي بتركب اختك قدام وانت بتركب ورا. ما صعبة ها؟ صاحبة قالت لي صاحبة؟ اي ما بتخجل يا ولد انت؟ ادتني قروش يا هنا ادتك قروش ما صدقيه هو وصاحبة ذاك ذاته جاب لي الموبايل ده. اجي ما جايبة خبر بس. هيا يا بهي هيا المغتربين وهيا الناس تعالوا راجعين احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم احفظوا.
احفظوا اولادكم واحفظوا بناتكم. دي بحاله يا ولدي. انا مع النازي. انت مالك؟ انا شنو غلط؟ انت مالك؟ انت كله غلط. انت كله غلط. انت مع اخو. انت مع اخو. كيف؟ والله العظيم. هي يعني عشان صايب ابوك. هسه الاول مع ابوك يجي هنا ده؟ اقول له بدي اشوف لها داخليه سكنه فيه والولد ده اتخطاه وده مع اخو. ليه؟ ليه؟ هاي ليه؟ عشان ما بحب الداخليات والحاجات اللي كلها الناس كده مع بعضهم كلهم في مكان واحد ما حلوه. طيب السكن الخارجي بس. طيب السكن الخارجي اخرجوا. انا خليتكم اخرجوا. ماشي وين؟ والله انت عارف حاجه دي الليله بس الله اسمع هوي انا قاعد بس كويس والله جد انا ما خلاص انا تاني ما عندي شغله بيه صوماني ديل بس انا فتيتنا مع خاله. يعني الواقع واقع مرير شباب تايهين الواحد يعني تلقاه لابس بنطلون يعني ما اصلا ما المفترض يلبسه كويس وفلفله شعر واقع يعني بطال جدا والله يعني ده شيء مخجل جدا. انتوا شباب المفروض تحملوا الرايه يعني ورثوكم ليها واعطوكم ليها اجدادكم وتكونوا يعني غدوه للوراكم مش تكونوا فاشلين عشان وراكم يجوا فاشلين زيكم. يعني حقيقه والله العظيم انا شخصيا والله الحاجه دي مزعلاني جدا. بناطلين كيف واقمصه كيف وشعر كيف يعني ما عارف انا الشيء ده بيستفيدوا من وراه شنو. المسؤوليه مسؤوليه الدوله ومسؤوليه شباب براهم. اول حاجه المغنين والمغنيات الشباب بيقلدوا المغنين. واحد بيشوف فنان بيقلده اذا بيت اولد ان احنا بنطلب من الدوله انه تتدخل عديل وتمنع اي لبس فاضح. المجتمع السوداني بصفه خاصه هو يعني بالنسبه للطلاب طلعت في الجامعات يعني الناس فقدت الحشمه وفقدت الغيره حقتنا وبالتالي كدوله اسلاميه نحن مفترض نكون على قيمنا ومسننا الموجوده. انا بتمنى من كل يعني زول في السودان مفترض يكون عنده الغيره او طالب او شاب زي ما الناس حكوا يكون عنده الغيره ويكون عنده مثلا القيم الموجوده في السودان بتخليه انه تجبره الحاجات دي. عاداتنا السودانيه اللي بدات تنطمس او يعني تندحر نتيجه للافكار الغربيه اللي دخلت علينا وكان هدفها اساسا انها يعني تفكك المجتمع السوداني وتنهي وجوده. فانا ما عارفه يعني الشباب نتيجه لمشاهدتهم للحياه دي يعني بدوا يتاثروا بها كثير. ما بعرف من فلفله للشعر او كزبرته من السيستم اللي بدقوه ده. يعني احنا شباب يعني لازم نرجع لعاداتنا نرجع لاجدادنا نرجع لعاداتنا زمان يعني ما نفلفل ما نسوي كلام ده ما صح يا شباب. نرجع للاول للاحسن ما نفلفل الشعر ما نلبس كبابي ولازم يعني لازم نرجع لعاداتنا القديمه. عليك عندك شنو؟ الأولاد؟ هاي؟ الأولاد ما خلاص يتأثروا بالمسلسلات دي وأي حاجة سودانية حقتنا رزفوها نهائي. ماما براهم على كيفهم أنت ما جيلهم من حقهم يتأثروا بالآخرين ولا شنو؟ يتأثروا؟ أيوه يتأثروا لما نسوا حاجاتهم؟ ديال الناس ديال أساسا الناس اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي قاصدين يطمسوا ثقافتكم دي ما يخلوكم عندكم أي ثقافة سودانية. كيف يا خسوة كان نتكلم سوداني؟ أنت ماشية وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ جاية من وين يا زولة؟ ولا تعال امسك العرس. اسمع تعال نزلك. الدراما اللي انتم متأثرين بها دي ذاتها. الدراما السودانية مالها؟ والله العظيم يا حلاتة فايزة عم سيب لما تتكلم كده وتتكلم عن الدراما السودانية. يا حليل الفاضل سعيد. يا سلام. ولا الأستاذ عبد الرحمن الشبلي أيوة لما يتكلم في الدراما السودانية يا ناس جنيتوا انتوا. الله يا محمد. قالوا النساء قديم وتاه. يا ونس ود المهدي. بشعر ذاك لا فوق أيوة. لا فوق الصياد لفوق لا يا سلام دكين دكين لما يقول لك انت خايفه هاي. خايفه من شنو؟ ابا خاف عينك حتموت الليله قتلها والله. يا سلام أيوة يا ناس شوفوا درامتكم شوفوا تعشوا ما تجيبوها الاعراس بتاعتنا دي يا محمد هاي. الاعراس بتاعتنا دي بقت مختلفه. البنت اقول لك الليله الحين حقتي هاي دايره اعملها فرعوني. ها؟ فرعوني. كيف؟ تجي لابس اللبس الفرعوني. اها. لابس التاج حق الفراعنه ده. اها. ولابس الهنايه الحزام الطويل الماشي ذاك. اها. وعاد واللكر والشراب حتى يسووه فرعوني. لا شايلنا. ها؟ شايلنا اربعة انفار. شفتي رجعنا زي زمان. زي الملكة شايلنا. كونك 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 والما بيخجلوا قالوا بيدوا لهم 50 50 50. انا مالي مال اشيلها ب 50 50.
ولا اقول لك حاجه كمان اليومين دي يوم داك مشيت عزبوني عزبوني ناس حسين جارنا مشيت عرس هذا العرس ما شاء الله وتبارك الله في صاله انت عارف انت عارف العرس جابوا الفنانين السودانيين غنوا ديك يا الغنى لما جات الدخله حقت العروس جابوا واحد بغني باللغه الانجليزيه كيف بس يصرخ كدي ايش مسلولي بس والعرس سيدي واو ايفا تعالي هي والعريس تلقى عنده صلعه وهبل وما جايب للدنيا خبر والله يا محمد نحن ما فاهمين اي حاجه وبعدين شنو البتاع اللي بيولعها كده دي كان فيها دخاخين ابو البيت قاعد وابو الولد قاعد وامه وابو الاثنين قاعدين بيعاينوا يصفروا ما بيخجلوا يا حليله يا حليله رقصه العروس بالدلوكه سوحي قليل اللي بجنب بوحي قليل اللي يا سلام ولا العادل وزين يا الله ليلة العادل وزين عادل 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 كيف عادل 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 يلا قولي قولي يا عادل ليلة العادل وزين والليلة العادلة يا رسول الله خادي لا والضريرة هنا هاي حاسة تخطي الضريرة بالزلك كم تفكر الضريرة هالضريرة شو ما في ضريرة مع اللي هنا هيدي والله يا سامي غايت بشتنا ولا العرس ذاتي يا ولدي هسي الشباب ما كلهم قاعدين بلا عرس العرس ما غلوهم أيوة والله الصالة بشي الفلاني أيوة والشيلة بشي الفلاني أيوة وكم ما جبت الصالة البمية مليون ما بتعرس الناس يلقوها وين المية مليون دي عرسوا يا أخي دي قصتنا منتهية شديد يا أخي البنت لقاها تقرا جامعة يوم التخريج بتاع دار تتحنن ايوه هاي يوم العرس تعمل شنو؟ هسكت ساكت ها؟ حنة ساهم هاي حنة البيت هاي حنة البيت خليها الكلام الاولاد اللي بتحنن وام علي وام علي وام علي وام علي وام علي ها؟ الاولاد واقول لك حاجة هاي العرسان ذاتهم العريس زمان مش بيحطوا له الحنة الجلوط دي كده في يده وفي كرعانه هاي العرسان بيقرصوا بالحنة بثلاثة مليون لا اله الا الله محمد رسول الله حنة رسم عديد كده يا محمد والله دي قصه عجيبه قاعد كده وحاط الله وراس من لو قاعد لا اله الا الله الكلام ده ده غير الماجرين العربات الاتوس والكامري والعربات دي كلها الاتوس شنو وحاط الله العروسه جابوها يوم داك دي اقبلها في عربيه سوداء انقايه عادي كده جاب الا العربيات الامريكيه بعرف جابوها من يا اخي عيني انا متخرج دكتور اكون العربيه ماشيه مطلع رصيب القزاز بعمل كده بالطاقيه بتاعت التخريج انا هعالج منو بعد ده ما لازم اعالج روحي عيني الرقيص العربات ماشيه ويصفروا والتخريج ذاته التخريج ذاته التخريج فيه حنة ايوه ها فيه حنة وتعرف فيه حفلة التخريج لا حول ولا قوة هذه تكلفتها بكم لا اله الا الله كل الناس ما صدقوا قروهم عشان يجوا يساعدوهم كمان قاطعين عليك الله يا سامي انت زمان بتحضروا العرس كيف لما فنان يغني انا فنان زمان انت مثلا مرة قديمة جاية تحضر العرس على الفنان الليلة ها ها الليلة هو دهال الليلة هو دهال الليلة هو انت بتحضر العرس كيف؟ بعين واحدة بعين واحدة هسه واحدة اللي عاملة كده اول ما الكاميرا تجي بتعمل كده اي بشتنا اتصلحن ايوه اتصلح على الكاميرا الكاميرا ما جات اي والله يا سامي يا غايتي يحلل عاداتنا يحلل تقاليدنا يا سلام يحلل الواحد لما يجي واحد عمه في الشارع يا عمي زيك كيف ان شاء الله طيب اشيل لك الحاجه دي واديها معاك حس يقول لك ده عمي زغ منه زغ منه يا عمي زغ منه زغ منه والله يتبشتنا بشتنا ثقيله بشتنا بشتنا السواد يا ولدي وفي المواصلات لما يلقوا مره كبيره اركب يا خال اركب بالراحه بالراحه حس يقول لك يا خاله دقيقه يا خاله عندي محاضره يا خاله جليها قصتنا منتهيه والله قصتنا منتهيه والله منتهيه شديد يا اخ لا اله الا الله والله نعمل شنو نعمل شنو عاد يا ولدي ها نحن لازم يكون في توعيه يكون في توعيه في الجامعات يكون توعيه في المدارس اي والله غير كده نحن ما بنمر من الكبه دخلنا فيها دي يا ولد والله العظيم الصراف والموبايلات يا اخي بشتنا شديد بشتنا ساي ما في طريقه البيت كله تلقى تشبك تكتبك 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 الا للكل الاكل جنبه انت بتكتب تكتب لا في بسم الله لا اقول الحمد لله بس تكتبك 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 البيت كله بيكتبك تكتبك تكتبك دقيس عادي ولا المسلسل الحارسينه والله العظيم يوم داك جارنا مات وراك تلفاتنا يا فوق الحيطه قلت لها روح يا فاطمه فلان ده مات قلت لي كم ما خلصت الحلقه ليله الحلقه الاخيره لا بمشي ولا حاجه لا اله الا الله عندك ده كلام ده كلام ده كان مش بحنا بري زمان لما يقول لك في بكاء الحله كلها لما يقول لك في عرس والله احنا نعوز كده في العواسه الساعه مين يقول لك تسمعي صوت السكري ده تشطط في النار تقوم جاري على البكاء البكاء ذاته يختلف هسه في البكاء الواحد الجنازه جنبه الجنازه جنبه تلقى بالتليفون هاي والله وضعه وضع يتوفى هاي بيدفنوا فيه يا اخي القروش خدت عليه هناك قلت لك هاي هاي يا اخي والاولاد بتعيننا يوم ما تلقيتهم بيلعبوا في كوره الواد جاب جون مشى جنب الجماعه عمل لهم كده تك 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 ت
ده شو ده؟ قالوا دي بيعملها لاعب كبير كده، ولقيت اكلها بيزلي حلق. يا ولد الحلق ده شو؟ قال لي يا زول كيف يا نيمار يا عمك نيمار يا هاي يا يابا، هو في الحلق انت؟ أه. ولا الشعر؟ هاي. الشعر المربينه الاولاد أه. في البنات ما في، الله يعلم في البنات ما شعر حده هنا، واحدين ممشطينه واحدين مسرحينه، يقولوا ده المشاط هذا عديك كده، الاولاد بيقوا مشطون زي النسوان. لا اله الا الله محمد، ده كلام ده يا جماعه؟ والله مشكله. ها؟ لا اله الا الله. نعمل شنو؟ نعمل شنو يا ساميه؟ نسوي شنو؟ والله ما بعرف انا غايته، انا بس شيتكم ده حيرني، بس حيرني، ما عندي اي هناي معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. غايته نسال الله سبحانه وتعالى السلامه ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هيا ناي انا خلاص سمع تمام. عين في عمك كده كبير وشايفه كده، اجيب اشوف ماله. انت هاي تسحب اضرب لك انا ذاتي. كيف ما يا عمك؟ اي كيف؟ تمام تمام، لكن والله ما عاجبني الحال. ها تمام لكن ما عاجبني الحال. الحال يا تو؟ لا يا اخي حالة الواتس. يعني انا اشوف يا خالد، انا ما ادرك تحاكي الاولاد ديل، بس اي حاجه عملوها انت تعملها، اي حاجه عملوها انت تعملها، ما تبقى زيهم يا اخي. خلون هم براهم بطريقتهم يا اخي، ما تحاكيهم. ما يا زول عمل تقليع، عمل حاجه، عمل هنا، انت بس تحاكي طوالي. كل مره مغير حلاقتك، كل مره مغير، ما عارف دار تلبس سلسل، كل ده كله كلام فارغ ساكت. بنطلونك ناصل لحد هنا، ده شنو ده؟ ما صح كده يا اخي. ها انت يا عمو، انا الحاجات دي انت بتعملها ليه؟ دار بقى شنو يعني؟ ليه يعني عشان يشرب عليك ويقول انت هذا كده خلاص زول كويس يعني، ولا شنو يعني؟ عمو انا الموضوع ما كده. انت وبعدين انت كويس انك انت عاجبني، انت زول شاطر وقراي ما شاء الله وراسك ملان، ليه بدأ يعني الاكاديميات دي ما شاء الله بتقدمها، ما عندك مشكله، لكن سلوكك وحاجاتك دي انا ما عجباني يا اخي. ما تتاثر بالحاجات البرده دي يا اخي. ما يلا اذا كان انا بفتح التلفزيون بلقى المسلسل شغال، بفتح القناه الهنديه بلقاهم شغالين، بعدين بفتح الكوره بلقاهم حالقين كده حلاقه هناي. يلا اطلع برا القى زملاني كلهم كده، بعدين لما ما اعمل زيهم بقول لي انت متخلف يا خاين الودع، وبيمشي مع اخته. هاي دي مع اختي ما امشي معها واسمع كلامها، ما احترمها كمان. هاي لكن اختك تحترمها لكن وتسمع كلامها في الحاجه الصح ما في الحاجه الغلط. ما هي اختي بتحب الاستايل. ما خلاص انت اقعد معاه فهمها، قول لها يا اخي ان احنا الحاجات دي ما كلها بتجينا، نحن بتاثر علينا. ايوه نحن بنشوف التلفزيون، بنشوف الواتساب، بنشوف بنستفيد، نشوف الحاجات الايجابيه في الحاجه دي، يعني ما بس اي حاجه نشيلها طوالي ندورها معانا. طيب لما نحن نعمل كده وين نحن؟ نحن وين؟ اصالتنا وتقاليدنا وحاجاتنا وعاداتنا وسودانيتنا وحاجة وين مشت؟ لما نتابع اي حاجه كده ما خلاص بنكون مرقنا، بقينا ناس ثانيين يا اخي كده بالطريق. بعدين ما بنكون ناس ثانيين، بقينا مسخ ذاته، لانه لا حلين في ديلك ولا حلين في رقبتنا، نكون ضايعين تاهين في النص ساكت يا اخي كده ما صح. يعني انت لازم تعمل لك شخصيه، يكون عندك مبادئ، يكون انت يعني عندك عزه نفس، انت عندك يعني انا ما عارف يا ولد اشرح لك الحاجه كيف، لكن المفروض يكون عندك شخصيتك. يعني انت بعدين تاثيرك ما تخليه سلبي، خلي تاثيرك ايجابي. ليه انت تتاثر بهم؟ انت ما تعمل حقك خلون هم يتاثروا بك. ما انا ما قاعد اعمل حاجه غلط. ما انت قلت هسه صحبانك كلهم اي صح، ان احنا تلفزيونات ما حنقدر نقفلها، مسلسلات ما حنقدر نقفلها، دي خلاص بقت ثقافه، بقت حاجه دخيله علينا. لكن كمان لو ما حاربناها وشلنا منها كويس وخلينا البطال هنتابعها كده هنضيع ساكت. هسي انا ما فكرت هاي صح، هسي انا ذاتي فكرت في كلامك اللي هسي قلته ده، وقلت اعرس بعد الجامعه طوالي. هاي ده ما في مشكله، ده كلام صح. العرس استقرار، والعرس بيت، والعرس اجمل حاجه. دار اعرس لينا سمحه والله سمحه لينا منو؟ لينا يا اخي البنت ديك صاحبه اختي. لا بعدين انت ما تعرس البنت لانها سمحه وخلاص، يعني الجمال ده ما كله حاجه، انت عارف اخلاقها، عارف اهلها، عارف بتعرف لها شنو يا زول. لازم تتاكد منها انها زوله تمام، وانها زوله اخلاقها تمام، وانها زوله مستقيمه، وانها زوله بتعرف والله كويس وكده. ما تعرس من طرف ساي يعني. مش سالتها منها يعني وعرفتها وخلاص يعني؟ سالتها منها شنو؟ ها اول امبارح قلت لها دار عرسي. الكلام ده الساعه 1 بالليل طوالي جاتني، بس انت في البيت
ساقتني مشينا شارع النيل شربنا القهوه ورجعتني بيتنا، رجعت بيتنا الساعه 4 صباحا. تتكلم زي ولا جميل ده؟ دي اهو الدار تعرسها؟ ايوه عرستها. اي تدق لها دقت لك الساعه 1 هسه كان ضربت لها مشيتوا شارع النيل قعدتوا لحد الساعه 4 صباحا وجيت راجعين. اي والله انت هامل. ما هامل يا عمو والله انت هامل. حاتم الله انت هامل وحاتم الله حاتم الله انت هامل والله العظيم. غلطانين نحن وغلطان المجتمع كله اللي بيخلي الحاجات دي تمشي فينا كده ساكت وظل انضم ما في. هذا اسم الله. انا اقول لك كلام. اها انا عندي محاضره مكالمه يا اسمع. هاي هاي حبابك برجع عليك. هاي انت والله ما عندك اوتوكيت. كيف ما عندك انت يا اخي تختصر الزول كده كده طوالي. لا لا ده الناس الشغل ده الناس الشغل برجع عليهم هم عارفني. ما تعمل التليفون سايلنت تعرف السايلنت؟ لا 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 انا ما بقفل تليفوني ما بقفله لانه اي زول بيضرب لي برد له. يلا عين انا داير اقول كلام. هاي انا والله كلامك ده عجبني. لكن المشكله بس في اختي لازم تقعدها. اها لازم تنضم معاه. اها قول لها يا اخي ان احنا ليه الحاجات دي تاثر فينا؟ اها ليه ال- 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 الناس يعملوا اي حاجه يحلقوا كده نحن دارين نحلق زيهم، يلبسوا سلسل نحن دارين نعمل زيهم، يلبسوا حقنا نحن دارين نلبس زيهم، يلبسوا سيستم البنطلون مرخرخ نحن دارين نلبس زيهم، ليه نحن نحاكيهم؟ ما نحاكيهم، نحن نعمل حاجتنا عشان ذاته نكون مختلفين على الاقل يا اخي. والله العظيم يوم انت سامي ست الدار دمة والله لاقتنا وكلمتنا ونهرتنا وتكلمت شديد. وانا كلمتها بشيل الحاصل كله ويلا بس ما يعني جبت لما مشينا منها طوالي اختي قالت لي يا اخي ما تشتغل بون يا اخي. لا 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 قالت لي ادتني سيجاره قالت لي اشرب شربتها. طوالي مشينا راس الميلات لكن ده اكبر غلط من الليله. سعيد امشي اقعد بالراحه افكر في كلامي ده واتناقش معاها كويس وبالراحه بالراحه الحاجات بتجي كده. بس لو بس لو شويه كده التفتت بس حته كده بس التفتت بس اديت الموضوع ده اهتمام بسيط كده انا متاكد انت حتمشي في حته ثانيه. ايوه انا تذكرتها. هاي اول زمان. هاي قال لي شنو اختك دي كان كبرت قول لها عين عين اوي بيمثل لي في البيت اوي اسي مرك برا. عين شفتها قال لي قال لك شنو؟ شوف يا بنتي اقسم بالله اقطع فيك شلوت جانسينو ما قطعوا في البصره. لكن هذول هسه خلاص انا بمشي بجضمها لك في الموضوع ده. امشي لا ما تجضمها اتكلم معاه بالراحه. تفضل تصدق لك؟ اي اتكلم معاه بالراحه. عمل لها كده ما اتكلم معاه بالراحه قلت لك. خلاص امشي اتكلم معاه بالراحه. خلاص تمام يا سامية. هاي يا سامية. اها قلت لي مسلسل شنو؟ قلت لك يا محمد. هاي اول امبارح اها جيت بيتكم. هاي في المسلسل اها لقيتك انت. نعم. ومرتك. هاي وبنتك. هاي واولادك. هاي قاعدين كلكم في تلفزيون واحد بيشوفوا. هاي معلومه دي الاسره الكريمه. This is my family. وبيشاهدوا في شنو؟ في المسلسل التركي. هاي المسلسل التركي ده ما فيهوش حاجات صعبة يا محمد. كيف انت بتقعد وبنتك قاعدة معاك وشوفوا المسلسل سوا ما بتخ إت... لو بنتك ما بتخجل انت ما بتخجل؟ اي أيوة والله صدقي يا سامية. ها والله سامية صدقي. ها انتوا مش بتشوفوا مع بعض. اي معناها قاعدين تشوفوا حاجات كثيرة. اي أيوة والله سبحان الله. التلفزيون ده انا داير اقول لك حاجة. اي أيوة. انت لو بنتك لو بنتك دي ما بتخجل. أيوة. اخجل انت والله اقول لك حاجة. نعم هسي انا في البيت. نعم لما نجي التلفزيون واقعد. أيوة. واشوف في يعني في في, في شغل في في, في مسلسل كده. اي أيوة. وفيه مثلا انا عارفه المسلسل ده بجيب فيه شنو. اي لما نلقى ولدي الكبير قاعد. أي. ما بقعد معاه ما بقعد مع ولدي. صح صح اخلي ولدي يتفرج براه وانا اتفرج براي. اي والله اي والله يا في حاجات صعبه بتجي. أي وبعدين والله. الاطفال وبعدين المسلسلات التركيه دي المسلسلات التركيه دي وما داق عندنا بيت. اي قالت هناي براها كده براها ماشي عرس الراجل ده. قلت لها قالت كيف ما عرسوه؟ وفي المسلسلات التركيه الواحده بتكون اساسا والده وبيجوا يعرسوها. لا اله الا الله ده شنو هذه؟ والله دي مشكلة يا مشكلة والله مشكلة. ده كلام ده هسي مشكلة. ما هو عيني يا سامية أي دولة ما العالم كله بقى شنو عبارة عن قرية. التكنولوجيا اتطورت ولا والكمبيوتر اتطور أي شيء اتطور. أن احنا مشكلتنا ما قادرين نفرز بين الخير والشر. أول حاجة السمحة والحاجة الكعبة دي ما ثقافة. أنا الليلة ما أعرف ثقافة تركيا وأعرف ثقافة فرنسا ما معناته أحاكيهم ما معناته أبقى زيهم أشيل منهم السمع. مثلا مثلا مثال يعني أشيل مثلا زي النظافة بتاعتهم. نظيفين النظافة نظيفين والله نظافة قسم بالله. اللي قلت لي خواجة ماشي بس كديسة لحساء أمها بس كده ده كده بس شفتي عامل كده ده شفته ترابة ما فيه ماشي كده قسم بالله.
ممكن نقول يا اخي الناس والزهور مثلا مدينته تلقاها فيها زهور أيوة. وفيها مثلا ورود وفيها مناظر جميله والنافوره، نحن طبعا ما بنعرف النافوره. النافوره ما بنعرف لا. اول امبارح عندنا نافوره افتتحوها كده، ثاني يوم الشفع جابوا فيها الحمير، اسقوا الحمير في النافوره. الموضوع انتهى. نشيل الحاجه السمحه، الحاجه الكعبه نخليها لهم، الثقافه بتاعتهم، زي علاقاتهم دي نخليها، نحن زمان والله يا ابوي قال لي العروسه اللي بدات عريسها ولا بتشوفها، بس ابوها بيقول لك تعال يا ولد. عمرك كم؟ والله يا ابوي 18 خلاص بكره عرسك، ها؟ بكره عرسك. بلح كده وبتاع حنا امسك امسك امسك، يعني يوم تلقى اثنين اولاد كده متزوج. ما فاهم اي شيء. انت قلت الناس دي عندهم النظافه. هاي. تعال شوفنا نحن. اها. تعال شوف الوسخ المكوم في الشوارع. معلش. وتعال شوف الوسخ المكوم جنب خشب البيوت. معلش. الناس اللي بيقعدوا في المسلسلات دي كانوا اخذوا بس شفت اخذوا لهم كل زول اخذ لي 10 دقائق ونظف قدام بيته، البلد دي كلها ما بتنظف؟ بتنظف ولا ما بتنظف يا ناس؟ اي والله وحياه الله سبحان الله. ويا اخي تفيدة ولا الشافع الصغير اللي بيجيبوا له البلاي ستيشن بيلعبوه، والله لقيته بعين عمره زي سنتين ما بيتكلم ذاته، بيلعب فيه كده والطيارات بتضرب في الناس، شو هو مبسوط. يلا ده لو كبر حيعمل لنا شنو؟ ده ما اول حاجه اول حاجه بدوق ابوه اول حاجه جد يقول لك ما هو شاب من صغير تعلمت على العنف. ايوه أنا احنا ما عندنا مشكله قلت لك في انه الطفل نتعامل معه كيف؟ يا اخي في اوروبا الطفل ده لو ادوه بيبسي ساي بيشيلوه منك. اديت الشافع بيبسي يقول لك لا لا ما وصل مرحله البيبسي، جيبي 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 الطفل ده جيبي الطفل ده انت تكوركي بيبي ما في اي بيبي هنا اقلعوا منك بيشيلوه مش يربوه بطريقتهم يربوهن عشان بيعرفوا يربوهن. هاي شفتي وبعدين عندهم سيستم يعني عندهم حياه كويسه عندهم حياه كعبه. يلا نحن بدورنا نحن كدوله افريقيه نشيل حياه سمحه بس يعني مثلا يقول لك المصارعه الحره اللي قلت لك وتنس بابي كده القصيروني بيعمل بيفكشف كده قال شاف جوزيسينا طلع في الحبل بتاع المصارعه كده بيجي ينط في زول كده يلا قوم انت تعال نط السرير بتاعه بتاع اللوضه طلع فوق وقطعتهم طبعا بلاط الواد جاي من هناك ابو رويس ده مع رويسه دش حس هو وامه الاثنين قاعدين في عوده الاطفال يا حاجه مالك قالت لي والله ده جوزيسينا شكيته على الله ها في عد ده الشافع الصغير الشافع الصغير ما بتفرجوه الحاجه اللي بتخليه ياثر بها او يتعامل بها في حياته. التلفزيونات دي ما بتشفر والقنوات دي ما انت بتختار القناه دايره. ايوه نحن اطفالنا نخط لهم القنوات اللي بنختار لهم، ما نخط لهم هنا. يا ساميه والله اللغه ذاتها يعني يقول لك يا جلوك اي يا وهمه أي. يقول لك شنو يا امك كشف له بق له وريه اهو ده شنو؟ ها؟ يقول لك عمل حميل اكل كروب قال لي ابو شنو جلوك جلوك ده شنو وبقول لامي يا جلكينه يا وهمه يلا للبنيه قال لها بدي مانجا 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 والله شكله زي البرتقال هو وهم ما بيعرفه قلت لك الاسلوب وتقى يعني بيقدر يا محمد عشان نطلع من الورطه دي نحن نعمل شنو؟ انا احنا نعمل كالاتي اي الورطه دي ما بنطلع منها الا في حاله واحده بس نمسك الشباب الشباب نحن خلاص ما في اتعرفت خلاص أي. يعني عاد ناكل جيلنا وجيل غيرنا لا 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 بس نخليها للشباب الشباب برام يقعدوا مع نفسهم يشوفوا بعد 15 سنه العمر ما بيقعد كده لو الليله عمرك 20 بكره يكون 20 ويوم يعني ما بكون 20 بس ايوه باليوم وبالساعه ايوه تحسبها كده بس ما حسبتها كده بتكون عندك صلعه وامورك جايتها وقع عليك ايوه امسكوا الشباب بس يوعون في المدارس في الجامعات في المعاهد للاطفال يبدو من الاول الطفل يبدو معاه من الاول الكبر ده يبدو معاه من السطر الثاني شوف الحياه دي ما شفت تجدد ولسه احتمال حجينا قالوا في عربات بتمشي بدون سواق قالوا يا زول والكهرباء بتخط المكوى كده تاكل براها الحياه ما شفت تطور أيوة. يا كمان غرقنا التك يا مرقنا اللي برا الا ان اقول الشباب انا اقول لك كلمتين الاخيره أه. بتعرف تنظم ايوه لكن بتقعد معاه بالتكفير مسلسل الله انت عشان ما عندكم تلفزيون من الاول لكن والله نحن بنتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة ونحن أصلا ما مهتمين بها كثير فأغلب المشاكل الاجتماعية هي ترجع لأسباب التنشئة الاجتماعية إنه التنشئة الاجتماعية بقت ضعيفة والاهتمام من قبل الوالدين بقت ضعيفة فبالتالي خلقت لنا مشاكل كبيرة من ضمنها إنه في القابلية للإيحاء بعد ما الشاب يكون أو الطفل يبلغ محيط الشباب إنه لأنه ما اتعود على أساليب اجتماعية أو على أساليب تنشئة اجتماعية صحيحة فبالتالي هو عنده يكون عنده القابلية للإيحاء فبالتالي هو يتقبل كل التقاليد بدون أي نقد التقاليد الاجتماعية الداخلة له من برا يتقبلها بدون أي نقد فبالتالي يحصل له عملية بتاعت إنه يتخلى عن عاداته وتقاليده
ويتجه لعادات وتقاليد أخرى غير هي ما بتمثله وبتخلى عن حياة كثيرة في المجتمع. فبالتالي هذه المشكلات بنتعرض لها من خلال تقبلنا للتقاليد والأعراف الأخرى، فنتجت لنا مشاكل كبيرة اللي هي إنه نحن بنتقبل الأفكار وبنتقبل الحياة السيئة من المجتمعات الأخرى. فلا بد على الشباب إنه نعالج المشكلة دي عن طريق أول شيء متابعة الوالدين للأطفال في إنه بيتفرجوا شنو وبيشوفوا شنو، وثاني شيء إنه لازم نهتم بالأطفال لأنه هم الركيزة اللي بتقوم عليهم المجتمع، فلا بد الاهتمام الكبير بهم. وثاني شيء إنه نحن كشباب لابد عملية التوعية، لأنه الشباب هو أكثر الفئات التي يعتمد عليها المجتمع، فلا بد من تقوية عنصر الشباب، فبالتالي لكي يكون المجتمع يتمتع بالصحة النفسية ويتمتع بقدر كافي من الصحة النفسية. للأسف الشديد نحن يعني السودانيين بقينا يعني نتأثر بالعادات الخارجية أكثر من عاداتنا نحن، فللأسف إنه يعني معظم يعني الوالدين يعني ما بتابعوا الأطفال هم بيحضروا شنو في الأفلام الوثائقية، الأفلام مثلا هي أكبر من عقولهم، فعشان كده بيتأثروا بأساليب يعني شوية هي ما بتشبهنا إحنا كسودانيين. وبرضو الطلبة في الجامعات حتى بيستخدموا برضو أساليب هي يعني ما بتشبههم هم كطلبة. فأنا يعني بتمنى من كل أولياء الأمور إنه يتبعوا أولادهم هم بيحضروا شنو وشاهدوا شنو، فيتخلوا برضو عن يعني يحاولوا يتخلوا عن العادات الخارجية وما يتأثروا بها. العادات اللي قاعد تجينا وتدخل على السودان باعتبار أنه عادات دخيلة علينا نحن كسودانيين، دي والله عادات ما بتشبهنا نحن حقيقة ولا بتشبه شعبنا. نحن قبل ما نتكلم في المنطلق الإسلامي عندنا عاداتنا وتقاليدنا نحن كسودانيين، يعني بالضرورة نطز ونكون متمسكة يعني بكل العادات والتقاليد عشان أننا نقدر يعني نطلع جيل كويسة تقدر تقتني بمبعديها بطريقة كويسة. رجع الأمر ده إنه بيرجع لدور الأسرة في تربية الأبناء أصلاً، وبالتالي إنه نحن الأطفال دي لما يقوموا يشوفوا أخوانهم الأكبر منهم هم إنه عاملين الحاجات دي، بالتالي إنه يحاولهم يقلدوهم، فبالتالي إحنا دورنا بيكون في الأطفال أقوى لأنه هم أصلاً ذلك إن إحنا ما حنقدر نتحكم فيهم زي ما إحنا بنتحكم في الأطفال، والأطفال زي ذاتهم إحنا نراقبهم هم ونراقب أصحابهم. دور الأم هنا بتكون دور مهم جدا، لأنها هي بتكون دائما موجودة مع الطفل بتراقب التغيرات اللي بتحصل للطفل، ما زي الأب لأنه بكون أغلبية الوقت بكون في الشغل. لازم الأم إذا عدت تعديل جيد وبتحضر لها محاضرات عن الإرشاد وكيف يربوا الأطفال والطريقة ومتطلبات أي مرحلة بتاعت النمو بتطلب إنه الأطفال يعملوا زي ده. وتانيا القدوة الحسنة، يعني انت يوم تكون شخص قدوة يعني الشخص الكبير لازم يكون قدوة حسنة من خلال يعني إعطاء الإرشادات الكافية للأطفال.